وأما بالنسبة لصوات المكرهونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس، لأن بعض الأئمة هداهم الله يرفعون صوت المكبر خارج المسجد، والمطلوب أن يكون الصوت داخل المسجد يسمع الحاضرين، ما يسمع الشوارع والبيوت والأسواق ويضج البلد. هذا ليس لها فائدة، بل فيه أذى للبيوت، أذى للمرضى، أذى للذين يصلون في بيوتهم. فيجب على وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله وشؤون المساجد بالذات أن يتعاهدوا هذه المساجد، وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين لا يرعون ولا يراعون أحوال الناس. نعم.